نيجي لبرج الميزان. تمام. برج الميزان مستني رد في حاجه في امضه. سواء ست او راجل، يعني امضه عقد جواز، امضه عقد شغل، والامضه دي هتحصل خلاص. يعني لو ظهرت لك او ظهرت لك امضيها خلاص. انت في المرحله الكويسه ليك في انك تنفذ، مش تفكر او تاخد قرار وما تاخرش، لانها فرصه والفتره دي عندك حلوه جدا او عندك حلوه جدا جدا. اي قرار بامضه حاجه، هتمضي عقد عربيه، هتمضي بيت، هتمضي شغل، هتمضي اي حاجه، او خلاص. هتمضي اي حاجه، توكل على الله. توكل على الله، لان الفتره دي بتاعه التنفيذ وحلوه جدا عندك او عندك يا مسهل.